الإطلالة الأخيرة الأستاذ وائل إبراشي كانت من هنا من هذه الشاشة، شاشة القناة الأولى عبر برنامج التاسعة، وكان دايما بيضع زي ما شفنا في التقرير الناس هي البوصلة اللي بتوجه طبعا اهتماماته والموضوعات اللي بيناقشها طوال محطاته الإعلامية في أكثر طبعا من شاشة تلفزيونية. معانا على الهواء مباشرة للحديث أكثر عن مسيرة وسيرة الكاتب الراحل والمذيع والإعلامي القدير وائل إبراشي، معانا على الهواء الإعلامي الأستاذ حمدي رزق، الصديق طبعا والكاتب الصحفي المعروف. أهلا بيك أستاذ حمدي، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. صباح الخير. رحمة الله على الأستاذ وائل إبراشي، ذكريات كتير بتجمع حضرتك بالأستاذ وائل إبراشي. والحقيقة يعني لازم أوجه لكم الشكر والفريق الإعداد الشكر إن أنتم تتذكروا وائل إبراشي في يوم ميلاده، وهذا يعني شيء بديع وجميل وطقس مهم وتقليد محترم منكم، ونتمنى يتكرر مع كل الرمزيات المصرية المهمة في حجم وائل إبراشي، وحجمه كان مميزا وكان استثنائيا بين دفعاته وزملائه. لو قلت لك عن المسيرة هقول لك ان انت امام محقق عظيم من المستوى الرفيع، محقق صحفي عظيم من المستوى الرفيع، وتحقيقاته في روز اليوسف الحقيقة كانت مهمة وملهمة واستثنائية، وكان بها كثير من المخاطرة. وبالنسبة لحواراته التلفزيونية الحقيقي هو اشتغل على نسق الكروس فاير، وكان مهم قوي الحوارات الساخنة أو الحوارات المشتعلة أو الحوارات التصادمية، كانت تكشف كثير من المخبوء من الخفايا والبلايا أيضا، وكان قادرا على إدارة مثل هذه الحوارات بطريقته المحددة، وكانت دائما وابدا رغم قسوه الحوارات وسخونتها واشتعالها احيانا كان يحتفظ بابتسامه محببه يحبها دايما او يطلبها منهم دايما مشاهديه. نعم. فاحنا امام نموذج صحفي محترم من طبقه بسيطه زي طبقتنا جميعا. صحيح. وزي الناس الطيبه في مصر بحالها، بيكمل تعليمه وبيكمل مسيرة حياته وتتحول لرقم مهم وصعب في الحالة التلفزيونية المصرية بل والعربية. صحيح. وكان قادرا حقيقة على استضافة أعتى المحاورين وأعنفهم وأشرسهم. صحيح. وكان قادر على الترويض دائما. هو كان يمتلك أدوات إعلامية أستاذ حمدي خاصة جدا، وهو يعتبر حالة فريدة في الإعلام المصري. دور الصحافة هنا كمكون ورافد أساسي من روافد شخصية وائل إبراشي الإعلامية، هو ابن الصحافة المكتوبة واشتغل طبعا فترات طويلة ورأس تحرير وفي روز اليوسف وصوت الأمة، هذه التجربة المهنية المتواصلة مع عالم الصحافة إلى أي مدى فادته حينما ظهر كمذيع ومحاور ومحقق تلفزيوني في أكثر من محطة مهمة طبعا، الجانب الصحفي أثر إزاي على الجانب التلفزيوني لشخصية وائل إبراشي؟ هو الحقيقة كان مؤثر بشدة، وأنا عايز أقول لسيادتك إن الصحفي الناجح يعني بالضرورة بيكون إعلامي ناجح. صحيح. ليه؟ هو هنا في الإعلامي يعني شوف عشنا زمن كان الإعلامي له موصفة حددها مزبيرو العظيم. ومزبيرو العظيم دي يعني قاعدة تلفزيونية راسخة في الحالة المصرية. ومزبيرو كان له موصفة، هذه الموصفة تغيرت بشدة مع عصر السوشيال ميديا وعصر ثورة الاتصالات وعصر ثورة المعلومات، وبالتالي لم يعد الإلحاح على الوسامة أو حتى نحافة ولا الشعر المسترسل أو حتى الشعر المسبسب، حتى المذيعات كان شروط جزء من شروطهم القبول الوجه الحسن كما يقولون والثقافة وما إلى ذلك، كل هذه القواعد اللي استناها مسبيرو واشتغل عليها فترات طويلة جدا وعملت نجوم عظام، يعني كل يوم كان عندنا نجم عظيم ننتظره على الشاشة بوسامته ونجمة عظيمة على الشاشة بثقافتها التي تسبق وسامتها أو حلاوتها. لكن الحالة اللي مرت بيها تقريبا بداية القرن من 2000 لحد 2011 وما تلاها، انت أمام نموذج مغاير، نموذج ممكن يبقى بحجم الأستاذ العظيم عماد الدين أديب،
بحجم او بطريقه لبس او بطريقه ضحكه الاستاذ ابراهيم عيسى او بطريقه او مسموه بالخبز الفلاحي بتاع والي الابراشي وهكذا دواليك. لم يعد يعني تغير الشكل وتغير المضمون. عشان اغير المضمون كنت محتاج ثقافه مختلفه ومغايره واداء مغاير وطريقه معينه في الحوار وما الى ذلك، وكلها متوفره في العمل الصحفي. فكان دفعه كبيره جدا من الزملاء الصحفيين البارزين تحولوا الى العمل التلفزيوني ومنهم وائل الابراشي. الميزه عند وائل وابراهيم عيسى انهم اخلصوا للظهور التلفزيوني، وبالتالي بالفعل توارت بنسبه كبيره منجزاتهم الصحفيه امام مشاهداتهم العلنيه او التلفزيونيه. وائل الابراشي كان يحصد مشاهدات ضخمه. صحيح. ومؤداها او سببها ايه؟ الاعداد الجيد. ومؤداها ايه وسببها ايه؟ انه كان يملك ادواته، بمعنى عندما يذكر قاعده فلسفيه هو اكيد عنده المام بها. عندما يذكر مقوله منسوبه الى عالم او الى حكيم اكيد كان عنده فكره، وبالتالي ما كانش ينقصه المعلوماتيه وما ينقصوش الذهنيه الحاضره بفعل التجربه الصحفيه التي مر بها. جميل. وبالتالي التجربه الصحفيه ثقلت في وائل المعلوماتيه، تبقى الظهور على الشاشه. وعايز اقول لك حاجه، في قاعده ربما تخفى على الاخرين، في بعض الناس عندها ظهور وبعض الناس عندها انصراف. وائل الابراشي من الطائفه التي تظهر تشاع. صحيح. يعني صحيح. عندنا مثلا من الناس المشاعه واللطيفه جدا، انا بذكر الاحباب ليه؟ لان انت بتذكر حبيب غالي رحل وسابنا وفات وراح، واكيد الحمد لله يعني هو ان شاء الله يكون في السماء مع الناس الطيبه، لانه عمل اشياء طيبه وجميله كثير. يعني مثلا الاستاذ محمود سعد لديه حضور طبعا، ربنا صرف له قبول كده زي ما بيقول ورب. ايوه الله الله يكرمك، تعبير حلو قوي، في وشه القبول. وعشان كده دايما وابدا بنقول مش من المهم لبس المذيع، ومن المهم مظهر المذيع، والاهم من الاثنين دولت ثقافه المذيع. صحيح. ودايما بننصح زملاتنا اللي هم رايحين على الشاشه بذات ياخد دراسات متخصصه ومتعمقه في الشغل اللي عايز يعمله. ده حتى شغل المطبخ محتاج ثقافه، ده حتى شغل الموضه محتاج ثقافه. وبالتالي احنا امام رجل كان مثقفا رفيعا معدا لنفسه جيدا وعميقا، فضلا عن طلته المحببه. انت تتحدث عن شخص احبه الكثيرون وانا منهم، فطوبى له في الجنة إن شاء الله رحمة الله عليه. أستاذ حمدي، قبل ما نقفل ونختم مع حضرتك، لو تقول لنا آخر الكلمات اللي قالها لحضرتك الأستاذ وائل الإبراشي. شوف، إحنا كنا في لقاء مع السيد الرئيس في الدعوات اللي بتيجي من الرئاسة وبنحضر المؤتمرات المهمة دي، والحقيقي هو ما كانش قلقان من المستقبل، وكانت ابتسامته مشرقة قوي. وهو عادة عندما كان يقابلني بنتذكر ذكريات قديمة، فكنا نبدأ بيها مش بالحاضر مش باللحظة الرهينة، نبدأ بيها فاكر مش عارف وهكذا الأمور. لكن الحقيقة هو أنا تقدير الشخصي، مات راضيا عن نفسه، رجل لم يرتكب فحشا مهنيا ولم يرتكب معصية مهنية، بل كان دائما وأبدا محكوم بقواعد أخلاقية صارمة. وائل الإبراشي كان نموذج بالفعل يدرس في الحوارات المشتعلة، وكان قادر على إشعال الحوارات مع قدرة وتمكن في ترويض الضيوف حتى يخرج من الاستوديو بسلام. رحمة الله عليه، كل الشكر لحضرتك الأستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك.